العجلة تواجه الصخر، تواجه الرمل، تواجه الجبال. لقد بدأ التحدي، إنها تكنولوجيا الحركة. من سباقات الريف الكتالوني الوعرة تظهر لنا الدراجة النارية الأوسا تي آر 280 آي. إنها دراجة صلبة وبدون جدال تجمع ما بين الإبداع التكنولوجي ودفعة الأدرينالين الهائلة التي ستحصل لك. إنها تصنع في جيرونا في إسبانيا. أوسا بدأت بإنتاج الدراجات منذ عام 1920 وبقي هذا الاسم على المحك فيما يختص بالمتحمسين لركوب الدراجات. لقد قام مانويل جيرو الصناعي من برشلونة بتأسيسها. أوسا وضعت بصمتها كمنافس يحقق ألقابا عبر أوروبا. أوسا تبعث الآن من جديد مفهوم تصنيع الدراجات النارية نفسه، ولكن مع نظرة مستقبلية إلى التكنولوجيا. جوستافو هيغون سيخبرنا القصة. لقد قررنا أن نأخذ ما كانت عليه الدراجات السياحية ونرمي كل هذا في القمامة، وأن نفكر في شيء جديد تماماً ونبدأ به من الصفر. TR280i الجديدة صممت لما يعرف بمواجهة العوائق في الجبال، بحيث يتمكن الدراج من مواجهة الصخور والأودية دون أن يضع قدماً واحدة على الأرض. إنه اختبار قوي لقدرات الدراج ولهندسة الدراجات النارية. دراجات TR هي دراجات سباق، إنها دراجات من الصعب هزيمتها، خطيرة ولكنها خفيفة جداً. هذه الدراجات لا تحتوي على مقاعد، لذا لا يمكنك الجلوس. إنها دراجات صنعت فقط للمنافسة بكل هذه المواصفات، فأنت تنظر لدراجة فريدة من نوعها. إنها دراجة خفيفة جداً في الوزن وأيضاً قوية، وكأنها صممت لتستخدم هذه القوة في السباقات وأيضاً في المنافسات. هذه الدراجة تثبت نفسها كمنافس، لذا يجب أن تكون مرنة قوية وأن تحتوي كل المواصفات التي تمكنها من المنافسة. التصميم الهندسي هو المفتاح لكل هذا. قم بخنق الصمام وابدأ المغامرة. التصميم الهندسي يقوم على إبقاء الوزن خفيفاً ومركز الجاذبية منخفضاً. للوصول لهذه الأهداف، فإن فريق أوسا قام بإعادة اختراع وإعادة التفكير في بناء محرك الدراجة والأجزاء الموزعة في الإطار الخارجي. مارك كاستيلا يتحدث عن طريقة ترتيب محرك TR280i. إن التصميم الأساسي المبتكر جداً هو أقرب ما يكون لدراجة منه إلى دراجة طرقات وعرة، بحيث يكون من السهل استخدام هذه الدراجة الذكية في الطرق الوعرة جداً. إن النتائج صادمة بطريقة إيجابية، ويمكن أن تترك الميكانيكي في حيرة. إن المحرك 272 سنتيمتراً مكعباً غير اعتيادي، لأن البطارية غير ضرورية، لأن الوقود يملأ كهربائياً. هذا أعطى المجال للمصممين أن يعملوا على سجيتهم، وهذا ما فعلوه. فقد أعادوا توزيع الأجزاء الأساسية، ولكن بطريقة متوازنة. وأبعد من ذلك، فإن مكان خزان الوقود ذي سعة 3 لترات والمشعاع قد جرى عكسه. هذه الطريقة المبتكرة تساعد على حماية المشعاع والمحافظة على حرارة المحرك ثابتة. كذلك فإن الهيكل يدل على إبداع أوسا. لأن خزان الوقود الأمامي يجب أن يكون متيناً، لهذا فقد صمم من الألومنيوم والكروم والفولاذ الفضي، مع الأخذ بالاعتبار وزن الدراجة وأن المحركات استعمل فيها الألومنيوم الصلب. والنتيجة أن TR280i فاقت التوقعات بوزن 66 كيلوغراماً فاصل 7 بخزان فارغ. هذا يساعد دراج المنحدرات على أن يقوم بالقفزة التي عليه القيام بها على أصعب التضاريس. نظام التعليق الأمامي مكون من شوكة مارزوكي مقلوبة رأساً على عقب، مع قضبان من الألومنيوم وصادم All-in-City-X. إن الإطارات ذات قدرة على المنافسة على أي سطح. والإطار الخلفي يأتي بدون أنبوب هوائي داخلي ليخفف من تأثير الصدمات. قيادة الطرق الوعرة رياضة تتطلب التركيز والتوازن، والأهم من هذا كله هي دراجة رشيقة متجاوبة على أكثر الطرق تطلباً.
عصا تي آر 280 آي ابتكار القرن الحادي والعشرين، يعيد تحميلها فريق من المهندسين أخذوا على عاتقهم تحدي الخوف من الصعود على طريق سفح جبلي. لذا اربط خوذتك واصعد، لأنه ما من مكان لا تستطيع هذه الدراجة التكنولوجية ذات العجلتين أن تصل إليه.